توترت العلاقة بين مصر وإسرائيل أمس على خلفية الهجوم الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي رحى ضحيته رئيس أركان حركة حماس الفلسطينية أحمد الجعبري. ورغم رسائل الطمأنة المتبادلة بين مصر وإسرائيل في الفترة الأخيرة بعد فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية، إلا أن الهجوم العسكري الذي قامت به إسرائيل على قطاع غزة أفسد العلاقات الدبلوماسية، ووصل الأمر إلى استدعاء الرئيس مرسي للسفير المصري بتل أبيب وسفر نظيره الإسرائيلي من القاهرة. وهذه ليست المرة الأولى التي تسحب فيها مصر سفيرها من غزة، فمنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد قام الرئيس السابق حسني مبارك بتلك الخطوة مرتين، الأولى في عام 1982 عندما سحب السفير سعد مرتضى احتجاجا على الحرب في لبنان، والثانية عند سحب السفير محمد بسيوني عام 2000 احتجاجا على الانتفاضة الثانية للمقاومة الفلسطينية. ومع تطور الأحداث في غزة وتصعيد ردود الأفعال بين مصر وإسرائيل، أصبحت العلاقات بين الطرفين على المحك، خاصة مع توتر الأوضاع الأمنية في سيناء. وتطرح الأزمة الأخيرة كثيرا من التساؤلات حول شكل التعامل المصري مع إسرائيل، خاصة وأن النظام الجديد يضع على رأس أولوياته القضية الفلسطينية، فضلا عن الموقف من اتفاقية كامب ديفيد التي يطالب كثيرا من التيارات السياسية ضرورة تعديلها. مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية. نتيجة لتوتر العلاقات المصرية الإسرائيلية اللي حصل في الساعات الأخيرة اللي فاتت بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة واغتيالها لأحد قيادات حركة حماس، طلع تاني التوتر داخل المجتمع المصري اللي بيتكلم في اتجاهين رئيسيين. واحد بيقول ان احنا لازم بشكل بسيط ومباشر نهدي اللعب مع إسرائيل علشان نحافظ على الوضع الأمني الهش في سيناء، والرأي الثاني اللي بيقول لا، احنا كان المفروض ان احنا نعمل الخطوة دي وكان لازم نعمل اكتر من كده، لان في مصر بعد الثورة يجب ان تتخذ القيادة المصرية خطوات وآراء تعبر عن يعني يمكن بوصلة اخلاقية اكثر ثباتا ما بتتلونش مع تلون المواقف السياسية والمصالح. معانا النهاردة علشان يدينا يعني رؤية ابعد للموقف الحالي السفير نبيل بدر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير سيادة السفير. أنا صباح الخير، شرفتنا. الله يبارك فيك. الخطوة اللي قام بها الرئيس مرسي امبارح بسحب سفير مصر من إسرائيل وتوجيه رسالة شديدة اللهجة للسفير الإسرائيلي، هل تعتقد أنها كانت الخطوة الدبلوماسية الأكثر ملائمة في الوقت ده؟ يعني أعتقد أنها أيوه كانت خطوة مناسبة، لأنه كان من المهم جدا أن تقوم مصر بخطوة ما. وبعدين يعني حتى ندرك كافة الأبعاد، المعلومات المعروفة والتي يعني تداولتها وسائل إعلام كثيرة وجوانب أخرى، أنه إسرائيل طلبت من مصر من يومين أن تتدخل لتحقيق هدنة. اثنين، انه طبقا للمصادر الحمسوية انه حماس التزمت بهذه الهدنة. إذن كانت هناك فترة من التهدئة طلب من مصر ان تتدخل فيها، وتدخلت وتحقق الهدف من التهدئة. هذه واحدة. الامر الثاني انه رغم هذه التهدئة التي حدثت، نستطيع أن نقول أنه قامت إسرائيل بعدوان مرسوم مدبر معالمه واضحة، ما زال مستمرا حتى الآن، أغراضه سبق الإفصاح عليها لكل متابع لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، اللي هي بعضها وصل إلى حد حديث نائب رئيس الوزراء اللي اتكلم على أنه ما معناه أنه الاغتيال وسيلة بتؤدي إلى تحقيق تهدئة إلى فترة ما، إلى آخر هذا الكلام وهذا المنطق. طيب، إذا نظرنا إلى هذا السياق كله، الصمت عليه وعدم اتخاذ خطوة معينة، وهو من ضمن أهداف في تقديري بقى الحرفي ما تقصد له إسرائيل، هو في الواقع إسقاط المصداقية المصرية كلها. ما يتصل بقيام مصر بدور ما يتآكل وهو أمر مقصود،
هناك في النظرة الأوسع مدى، يعني إذا استرجعت بعد تصريحات هنا من هنا ومن هناك، مش من إسرائيل فقط إنما من إسرائيل ومن مصادر أخرى، ربما كان هناك دفع لمصر يستهدف تقليص دورها في المنطقة وإشغالها بمشاكل في مناطق أخرى، بينها الموضوعات الموجودة في أفريقيا النهاردة وعلى وجه التحديد موضوع مياه النيل إلى آخره. هل هذا التقليص بسبب أن من يحكم مصر الآن هو من جماعة إخوان المسلمين، والعلاقة ما بين الإخوان وحماس هذا ما يدفع إسرائيل ومن ورائها من يساندونها على إبعاد مصر أو تقليص دورها في هذه المرحلة؟ يعني أشكرك على هذا السؤال. هو في الواقع هناك إجابة ذات أكثر من فرع. الموضوع الأول أن موضوع السياسة الخارجية ينبغي أن الكل يتبين ويفهم تماما أنه ليس فقط انعكاس للداخل إنما له مردود على الداخل. يعني أنا باستمرار ميال إلا أنا أشبه الأداء السياسي الخارجي الجيد بأنك أنت بتضيفي إلى رصيد الدولة في خزانة ما تقتنيه وما تمتلكه أوراق ووسائل وإمكانيات ليس فقط مهمة للداخل إنما مهمة لمجمل العلاقات، وهذه هي مصر. ومصر لا تستطيع أن تتخلى عن هذا الدور. هناك فرق بين أمرين، بين أداء استعراضي وبين أداء واقعي. الأداء الواقعي مقصود به صلب المصالح المصرية التي لا يمكن التجاوز عنها، ويدخل في صلب هذه المصالح قضية الأمن القومي المصري. فالقضية الفلسطينية، وكلنا كمصريين طبعا نتأثر كثيرا بتداعيات القضية خصوصا في النطاق القريب مننا في غزة لأسباب واضحة تماما، إلا أنه في نفس الوقت هي قضية وثيقة الصلب بالأمن القومي. قضية الإخوان المسلمين، هناك في الصورة الخارجية لمصر معالم معينة، بعضها بيعكس بالتأكيد أن طبيعة هذه المرحلة فيها درجة تحتاج إلى مزيد من التحديد، تحتاج الألوان فيها إلى أن تكون مستقاة بشكل واضح. هذه واحدة. الأمر الثاني، أنا كمصري لا أنكر بل يعني طبعا أرحب تماما بأن يكون هناك مشاركة شعبية ورأي شعبي، لأن ده جزء من الرصيد الذي أهمل سنوات وسنوات. إنما في نفس الوقت، في نفس الوقت عندما تكون القضايا على درجة من الحساسية فهي تحتاج إلى حرفية معينة، وإلى أن تحكم هذه الحرفية أو أن تستند هذه الحرفية إلى رؤية معينة لمجمل التحركات الخارجية المصرية، وهو ما نأمل أن نراه في المرحلة القادمة. قضية الإخوان قضية الإخوان أو الإخوان في مصر ينظر إليهم باعتبارهم تجربة لحكم له رؤية ذات مرجعية إسلامية وكيف تؤدي دورها. ما صدر من تصريحات حتى الآن لا أعتقد أنه سلبي، إنما في نفس الوقت كرأيي بقى كمواطن أنا أعتقد أن السياسة الخارجية في الواقع خصوصا في مرحلة ما بعد الثورة وفي هذه المرحلة بالذات ينبغي أن تشارك في مناقشتها وفي وضعها كافة القوة، وأن تكون هذه القوة تنطلق من رؤية وطنية مصرية، لأنه لا يمكن أن تدار الأمور برأسين أو باتجاهين. يعني الرأس الوطني المصري لا يتعارض مع أن تكون هناك مرجعية إسلامية عاقلة ورصينة وتتفهم الأمور، إنما أن نستمع إلى من يقول أنه حيعمل إمارة في سيناء وبيعمل مش عارف، هذا الكلام طبعا قد يرد عليه البعض بأن هذا كلام يعني لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد. إنما أنا عايز أقول حاجة، هو يعكس حتى لو أخذناه بدرجة محدودة جدا من المصداقية، يعكس توجهات ذات ظلال تختلف في ثقلها أو في فهي فاتحة قوي أو اللي غامقة قوي في ضمن تفكير يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. طيب احنا عندنا رأيين في الشارع يمكن فيهم انقسام شوي. رأي بيقول لا، الرئيس مرسي عمله
بسحب السفير وتوجيه اللوم للإدارة الإسرائيلية هو تصرف مناسب جدا، لأن إخواتنا في غزة بيقتلوا وفي عدد كبير من الشهداء ومن المصابين في أقل من 24 ساعة، ففي ناس متفقة جدا معاه. وفي وجهة نظر بتقول لا، إحنا كان لازم نوزن الأمور بشكل مختلف، سينا يا جماعة والتعاون الإسرائيلي الأمني في سينا مهم لاستقرار الأوضاع هناك. حضرتك الرأيين دول تفضل مين فيهم؟ والله أستاذ علي، أنا لا مع القرار بتاع سحب السفير. السبب ما يلي: أنت عندك دولة في هذه المنطقة من العالم اسمها إسرائيل، دولة بتتحرك كما لو كان فتوة المنطقة، تضرب حيث تشاء وتفعل ما تشاء وتلصق حجة درجت عليها منذ سنوات وسنوات، وهي حجة أمنها، وقضية الأمن هي تسوقها على المستويات الحساسة في أعصاب اتخاذ القرار السياسي، وبالذات داخل الولايات المتحدة بتعقيدات أوضحها، سواء من مستوى الإدارة إلى الكونغرس إلى الرأي العام إلى آخره، إلى مستوى الاتحاد الأوروبي وخارج هذا النطاق. وللأسف الشديد أنه الفترة الماضية نحن كنا أول دولة تحقق سلاما مع إسرائيل، وكان يمكن البناء على هذا السلام. وإذا استعرض التاريخ الفترة دي بنجد أنه هذا السلام فشل لأسباب كثيرة، كان من أهمها أن هناك رؤية داخل إسرائيل بحكومتها وبأفرعها المتطرفة، هي رؤية في الواقع دينية سياسية في آن واحد، لا تتحدث عن حقوق الآخرين، ومن ثم فتطلق لنفسها العنان لتفعل ما تشاء. السؤال هو، والأمر كذلك، هل نحن في مأمن حقيقي من هذه الرؤية؟ سؤال. اثنين، هل يمكن أن تتعرض المنطقة أو أن تتحمل المنطقة مزيدا من الـ من الـ من المشاكل نتيجة للعدوان اليوم على غزة وامبارح على السودان وبكرة مع أسئلة الشعب؟ حضرتك منطقية جدا ويدفعنا للحديث عن المخاوف التي يثيرها البعض من أن تجر مصر إلى مواجهة من ناحية سيناء، وهو الوضع الأمني هناك متوتر جدا، وأن تصبح مصر طرف في هذا الصراع الحادث ما بين إسرائيل على أرض غزة من عدوان أو حرب كما أسمتها الصحافة معلن على غزة، وأن نصبح ضلع في هذا المثلث. طيب، هل هذا وارد؟ طبعا وارد. السؤال نفسه في حد ذاته بيعكس ما يلي: هناك، إذا صح التعبير، ليس فقط اهتمام وتجاوب تقليدي مصري مع الموضوع الفلسطيني، إنما نحن لا ينبغي أن نكون ملكيين أكثر من ملك. ملكيين أكثر من الملك بمعنى آخر، أن القضية الفلسطينية هي قضية قريبة جدا إلى قلوبنا وإلى الرأي العام. اثنين، أن هناك أمن مصري ينبغي الحفاظ عليه ولا ننساه، وهو يأتي بالتأكيد في مقدمة الاعتبارات. ثلاثة، أن هناك صلة ما بسبب الجوار الجغرافي موجود علينا، إنما هذه الصلة القريبة لا تعفي الآخرين، واحد، من مسؤوليتهم، اثنين، من عدم المزايدات التي تعرضهم وتعرضنا لمشاكل لا داعي لها، ثلاثة، أن الانقسام الحادث اليوم داخل الساحة الفلسطينية، أنا كمصري وكواحد يعني عشت في هذه المنطقة وأعرف هؤلاء الناس شخصيا، لا يمكن أن أقبله أو أن أتجاوب معه، لأنه هناك اتفاق من المفترض أنه تم التوصل إليه، إنما لم يحدث أي تقدم في تنفيذه، والحجج واهية، وإذا قرأتها قراءة مضبوطة بقول أنها تبدو كما لو كان ليست هناك إرادة سياسية كافية هنا أو هناك. بمعنى آخر، أن غزة أو حكومتها المقالة يعني كما يقال يعني لها رؤية معينة متأثرة بنفس ظروف نشأتها، بفكر أيديولوجي معين إلى آخر هذا الخط. وهناك أيضا حكومة في رام الله
اللي هي الحكومة المعترف بها لها رؤية معينة ولا علاقات دولية ولا تحرك سياسي خارجي ينبني على هذه الرؤية. وفي خضم هذا الكلام القضايا تتجمد. وبعدين كيف يمكن على سبيل المثال، وهذا من النقاط التي ينبغي أن تحسب جيدا، يعني النهاردة ما عدوان غزة الذي مثلا مصر طالبت، الرئيس مرسي طالب، الموضوع رايح مجلس الأمن بالتأكيد هيستدعي اتصالات خارجية كثيرة، هنشوف مجلس وزراء خارجية الدول العربية هيعمل ايه في المرحلة القادمة. هل طيب متوقعين اي حاجة من مجلس الأمن او من جامعة الدول العربية غير البيانات التي تندد وتشجب؟ حتى في الجلسة العاجلة لم يخرجوا ببيان. لم يخرجوا ببيان. انا بعتقد ان المحاولات خصوصا بقيادة الولايات المتحدة سوف تكون في هذه المرحلة، واحنا عارفين مرحلة الانتقال ما بين ادارتين اللي هي بيسموها في التعبير الامريكي السليم داك، الفتره اللي هو السفير اللي هو رغم ان هو نفس الرئيس بيتسلم او بيمارس مهام الفتره الجديده في 20 يناير القادم. وبعدين من الواضح بما في ذلك الكلام اللي قاله الرئيس اوباما امبارح في المؤتمر الصحفي، واضح جدا التوجه للداخل، يعني رغم ان القضيه ساخنه لم تنل على الاقل حتى ما سمعته حتى الآن شيئا مباشرا وواضحا على مستوى مناسب أمريكي. إذن يظل الموقف الأمريكي، ودي نقطة ينبغي التصدي لها النهاردة عربيا ومصريا، الآتي: هل يجوز أن تستمر سياسة محاولة احتواء الموضوع الفلسطيني؟ لأن كل ما يحدث في كافة الفترات والأزمات هي محاولة احتواء، بمعنى انه المشكله قامت وقام عدوان معين، نعم. طيب ضبط النفس، الكل يبقى عاقل، ما فيش حد يصغب، دول يلتزموا بكذا ودول يلتزموا بكذا، انما اساس المرض واساس المشكله ما زال قائما. صحيح. وهناك المزيد من التصعيد كما ورد في الاخبار الان، مقتل 3 اسرائيليين في كريات ملاخي نتيجه لسقوط صاروخ من غزه. اذا الوضع مستمر في التصعيد. احنا بنتحول لزميلنا حسام حداد الموجود حاليا امام مقر اتحاد الاطباء العرب بدار الحكمه، معه دكتور جمال عبد السلام، هو احد الداعين للمسيره التي تخرج اليوم بعد صلاه الظهر. حسام صباح الخير و المشهد لديك. صباح النور، اهلا بك. احنا بالفعل متواجدين امام دار الحكمه، معانا الدكتور جمال عبد السلام الامين المساعد لنقابه الاطباء، هنستفسر منه على الدعم الشعبي المصري ودعم الاطباء لمواجهه العدوان على غزه وبدايه المساعدات والمسيرات اللي هتنظمها نقابه الاطباء واتحاد الاطباء العرب. في البدايه صباح الخير يا دكتور، وعايز اعرف من حضرتك، سمعنا ان في مسيرات هتنظم النهارده لشجب والتنديد بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة احنا تواصلنا امس اتحاد الاطباء العرب، لجنة العلاقات الخارجية ونقابة الاطباء المصرية، تواصلنا مع الاحزاب والنقابات، والحمد لله وجدنا استجابة كبيرة جدا من كافة الاحزاب تقريبا، حزب التيار المصري، حزب الكرامة، حزب الحرية والعدالة، البناء والتنمية، حزب الوسط، مصر القوية، يعني تقريبا معظم الاحزاب المصرية كبيرة، ونقابات ايضا المهنيه تواصلنا معها امس. واليوم ان شاء الله باذن الله هتكون صلاه الظهر في جامع عمر مكرم، وبعد كده ان شاء الله باذن الله يكون اللقاء عند جامع الدول العربيه، الوقفه هناك ان شاء الله باذن الله، وسوف تمثل كافه القوى الوطنيه والسياسيه والحزبيه والنقابيه، وهيكون في حرق العلم الصهيوني ان شاء الله باذن الله عند جامع الدول العربيه النهارده عقب صلاه الظهر. دكتور، البعض بيستفسر عن جدوى هذه الوقفات بعد أن اتخذت الحكومة والرئاسة المصرية قرار بسحب السفير المصري وعدم وجود سفير للكيان الصهيوني في مصر ووجود قائم بالأعمال، هل هو للضغط على الحكومة المصرية أم للتعبير عن رفض هذا العدوان؟ الحقيقة الأول مع أن هذا القرار متأخر، لكن بنقول للدكتور مرسي رئيس الجمهورية الحمد لله أنه هو اتخذ هذا القرار، الحقيقة اللي بيعبر عن أمال الشعب المصري كله الحقيقة، وكنا نفسنا أن احنا نطرد السفير مش هو اللي يغادر مصر. لكن بالنسبة لجدوى الوقفة، الحقيقة هذه الوقفة لها تأثير كبير جدا جدا في الشعب الفلسطيني هناك، في تثبيته ودعمه، والحقيقة دعم صمود وتثبيت الشعب الفلسطيني دي حاجة كبيرة جدا. لما بيجد هذه المظاهرات في مختلف الدول العربية والدول الإسلامية، الحقيقة بيكون لها تأثير كبير جدا في الشعور الفلسطيني على في أرض غزة أو الضفة.
حضرتك دكتور تحدثت معي قبل اللقاء عن وجود مساعدات من اتحاد الأطباء العرب ونقابة الأطباء المصرية بإرسال بعض الأطباء للمساعدة في غزة أو إرسال معونات في شكل أدوية إلى القطاع. إيه الآليات اللي هتبتدي تاخذها حضرتك ومن معك لإيصال هذه المساعدات إلى القطاع؟ الحقيقة احنا في اتصال دائم مع سيد وزير الصحة الفلسطيني في قطاع غزة. امبارح كلمته حوالي 3 مرات وكان آخر اتصال قبل ما نبدأ بحوالي 5 دقائق. وأيضا اتصلت مع مدير مجمع الشفاء الدكتور مدحت عباس، وأيضا اتصلت مدير إدارة الصيدلة هناك. الوضع هناك الحمد لله بالنسبة للكوادر الطبية والعناصر الطبية إلى حد ما إلى الآن كافي، مش محتاجين دكاترة من مصر. هم قالوا بس خلوكم أن أنتوا جاهزين ستاند باي بحيث أن احنا ممكن نحتاجكم في أي وقت. لكن المشكلة هناك كبيرة جدا جدا في بالنسبة للأدوية وخاصة المضادات الحيوية ومستلزمات الطبية. وإحنا الحقيقة إن شاء الله يعني في عربيات جاهزة يعني خلال ساعة أو ساعتين إن شاء الله، وفي تنسيق مع الجهات الأمنية على المعبر بأن هذه الأدوية إن شاء الله ومستلزمات الطبية هتدخل إن شاء الله فور وصولها إلى معبر رفح. الحاجة الحقيقة برضو الجديرة بالذكر ان الدكتور مفيد المخللاتي وزير الصحة الفلسطيني ذكرها لي من حوالي نص دقيقة تقريبا قبل اللقاء مباشرة، ان وزارة الصحة المصرية ودي اول مرة تعملها الحقيقة، ان هي ارسلت كميات كبيرة من الادوية من مخازن الاسماعيلية تتوجه فورا الى غزة الشقيقة. سؤال أخير يا دكتور سريعا، هل في قابلت أي صعوبات في فتح المعابر لدخول هذه الأدوية والمساعدات، أم كانت السلطات المصرية بتتعاون في فتح المعابر؟ الحقيقة تعاون تام جدا. الأسماء اللي أبلغت اللي هي دلوقتي يعتبر وفد طائر موجود جاهز في القاهرة، لو هم في غزة قالوا لنا عايزين هنبعته فورا. الجهات الأمنية متعاونة تعاون كبير جدا، قالوا لنا الأدوية أول ما تيجي هتخش على طول. بالنسبة للأطباء لو غزة احتاجت المعبر مفتوح للدكاترة على طول إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا دكتور، شكرا لوقتك. كان هذا اللقاء مع دكتور جمال عبد السلام الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصريين. شكرا لك في الاستوديو ونرجع لكم مرة تانية. شكرا حسام حداد على هذا اللقاء. سيادة السفير، في كلام بيتداول بقاله فترة ويمكن أكده النهاردة مستشار الرئيس عن أنه آن الوقت لتعديل اتفاقية كامب ديفيد. ايه رأي حضرتك في الكلام عن تعديل الاتفاقية في الوقت اللي احنا فيه ده وتأثيره على المصالح المصرية الإسرائيلية؟ يعني انا تعديل الاتفاقية في الواقع بتفرضه يعني ظروف النمو في سيناء، حتى سواء النمو الديموغرافي او النمو التنموي وضرورة حمايته وتوفير الامن، وهي قضية في الواقع بتستفيد منها كافة الاطراف. انما انا اتمنى في الواقع ألا تكون هناك خطوات لا يبدو الخيط واضحا تماما بينها. يعني احنا في مرحلة اتفهم تماما انها مرحلة ذات صبيعة انتقالية معينة، وان كانت هذه المرحلة طال الامد بتاعها. اننا في مرحلة في دلوقت هناك مشاغل داخلية كثيرة بدءا من التأسيسية الى الدستور وماذا يتم وماذا سوف يتحقق او المهم، يعني هذا السياق وموضوع الدستور في حد ذاته، ثم موضوع الانتخابات وأن ترتكز الدولة على قواعد تجعل هذه الصورة اللي احنا بدأنا بها الكلام واضحة المعالم بقدر الإمكان. لأنه في الواقع من ضمن الصعوبات في الخارج هو أن الخريطة السياسية الداخلية في مصر ليست محددة المعالم تماما بالنسبة للقوى والمشاركة. هذه واحدة. الملاحظة الثانية بالنسبة للقوى الشعبية، وانتم كنتوا في حديث دلوقتي مع المراسل الموجود في نقابة الأطباء وبيتكلم عن الدعم الذي تقدمه النقابة إلى آخره. أنا يمكن ذكرت أنه الدعم الشعبي مهم جدا، إنما في نفس الوقت هذا لا يغني لا عن العقل ولا عن رسم سياسة ولا عن حرفية في الأداء، لأنه لا يمكن أن تترك الأمور فقط لشعارات يتم استسهالها ولردود فعل. نحن في مرحلة كدولة حديثة وبعدين تمتلك الخبرة ولديها رصيد يعني في الواقع جيد جدا في هذا الكلام، انها تضع هذه الامور ضمن اطار معين. اذا انا بقترح ايضا واتمنى ان قضايا السياسة الخارجية، ان الاوان كان كلام هناك عن مجلس يرسم ويحدد انه الى ان تستقر الامور هذا المجلس اتمنى ان يوجد ثلاثة. نعم. لهذا علاقة وثيقة بقى بالسياق وبالسؤال اللي انت أشرت إليه، هو اللي هو يعني تعديل الاتفاقية
والملاحق أيضا اللي موجودة بما يحقق الأمن الحقيقي في سيناء. نعم، وإحنا نتحدث عن الأمن في سيناء، ينضم إلينا اللواء محمود زاهر وهو الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة اللواء صباح الخير، وطبعا الأوضاع في غزة ما زالت ملتهبة مرشحة للتصاعد، نود أن نعرف انعكاس هذا على الأرض تحديدا على الأوضاع في سيناء، وخاصة أن كان هناك نوع من التنسيق في وقت ما مع الجانب الإسرائيلي لمواجهة البؤر الإرهابية في هذه المنطقة بعد سحب السفير وهذا التصعيد على الصعيد الدبلوماسي، كيف ترى الأمر؟ سيادة اللواء أنت معنا على الهاتف؟ سنحاول عودة لسيادة السفير مرة أخرى، عفوا لسيادة اللواء مرة أخرى، أعود لك سيادة السفير. يعني كنت تتحدث عن كامب ديفيد، هناك أعتقد الوضع الأمني وما يحدث هناك كثيرين يقولون أن في ضرورة لإعادة الحديث مرة ثانية عن توزيع القوات المصرية، عن نوعية السلاح، خاصة من يتهمون وكان هذا سواء داخلي أو خارجي الجيش المصري بأنه غير حاسم أو لم يأتي بنتائج إيجابية ملموسة في هذه المواجهات. هل ترى أن من الممكن أن يتقبل المجتمع الدولي الطرف الإسرائيلي الحديث عن إعادة توزيع وتسليح للقوات المصرية في هذه المنطقة؟ أعتقد تخير التوقيت المناسب أمر مهم. تخير التوقيت المناسب في تقديري يتصل إلى حد مهم باستجلاء الصورة الداخلية واستقرار الأوضاع في مصر، هذه واحدة. الأمر الثاني أن احنا من جانبنا بندرس هذا التوقيت في إطار مجمل التحرك السياسي الخارجي، وأنه لا ينبغي الانتظار في تقديري أكثر مما انتظرنا حتى ترسم السياسة بمعالمها، رغم أنه هناك زي ما قلنا ملفات أخرى، الدستور والانتخابات إلى آخره، نتيجة لتواتر الأوضاع. ثلاثة، هناك بالتأكيد مخاطر محققة. يعني العدوان على غزة هو عدوان على غزة، وهو أيضا اختبار لرد الفعل المصري، ثم هو تلويح بإمكان التصعيد. فأنا لا يمكن لمصري أن ينحي هذه الأمور جانبا، لا مش ممكن. إذن قضية تأمين الموضوع والنظر في المعاهدة أمر مهم، تخير التوقيت المناسب أمر مهم أيضا. في ضمن امتدادا لهذا السياق، نلاحظ أنه إحنا في مرحلة انتخابات الأمريكية زي ما قلنا لم تكد تنتهي. اثنين، أن هذا الأمر ينبغي التحضير الجيد له والإعداد الدولي المناسب وتخير التوقيت وتحديد ما هو مطلوب بصورة أكثر دقة. نعم، إذن هو التوقيت هو المهم، مهم جدا، وتخير التحرك الدبلوماسي بالضبط كده وتعزيزه. نعم، سيادة السفير يعني نشكرك شكرا جزيلا، سفير نبيل بدر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، على تشريفك وحضورك نشكرك شكرا جزيلا. شكرا، عفوا، شكرا. إذن مشاهدينا بعد الفاصل نفتح ملف آخر، انتظرونا.